معاك شاق ولا التنوي حدا تتكلم بحال يتكلم على البيت ديالو. كانت المؤسسة كتحس بها فيها الحرارة الإنسانية. عملت بها أكثر من 30 سنة، نصفها كحارس عام وناظر ونصفها كمدير منذ 1990. 87 صراحة كانت المدرسة يمكن كان بزاف ديال التغييرات، تبدلوا شوية هنا في الساحة بحال هاد الخصة ما كانتش هكذا بحال، ولكن اللي كان مهم بزاف هو ان كان العدد ديال التلاميذ، حيث كان تقريبا وصل شي 1200 تلميذ وتلميذة. وكانت المؤسسة كتحس بها فيها الحرارة الإنسانية صراحة. خدمنا بأقسام فيهم العدد كبير ديال التلاميذ، ولكن اللي كان كيميز كذلك أنا كنهضر على راسي كأستاذة، الاحترام اللي كنت كنتلقى من تلامذتي واللي كنت كنتبادلو، بحيث أن هذه المؤسسة كتعطي شي حاجة ما عرفناش شنو هي، ولكن كتعطيك واحد الإحساس بالانتماء عجيب. معاك شاق ولا التنوي؟ حدا يتكلم بحال يتكلم على البيت ديالو في اي قاعه اي مكتب اي هذا، الا وعندي فيه ذكريات كثيره اللي تخرجوا من هاد الثانويه. تبارك الله ناس كثار كثير من مره كنكون مار في الشارع وينادى عليا سي عبد السلام هل تذكرتني؟ منهم من أتذكره ومنهم لم أتذكر. المديرين بديت مع الأستاذ بنشهد الله يرحمه، من بعد كان الأستاذ أحنالوم لمدة سنوات طويلة، من بعد جاء الأستاذ جاجوليت المختار جاجوليت، ومن بعد جاء الأستاذ أقرد مصطفى. الثانوية عرفت إصلاحات جدرية 1990، بعدها هي تبنات في 1913. في 1990 عرفت تجديد وإصلاحات كبيرة، ومن حسن الحظ أنا جيت للثانوية كمدير، تعينت كمدير في 1990 العام اللي كانت فيه الإصلاحات. ومن حسن حظي وحسن حظ الثانوية أن المهندس المشرف على عملية الإصلاح كان من قدماء تلاميذ الثانوية. هاد اللي كتشوف هنا هاد المحل هاد الخصة قبل كانت طوالت، كانت مرحاض، كان دائما كيخرج منها الدخان في استراحة، كتقول ما نعرف يعني الدخان خارج منها فيها كيدخنوا التلاميذ لان ممنوع التدخين بطبيعة الحال. فقلت له ودي لا يمكن هذا المدخانة ولا اللي كانت تحولها لنا لشي حاجة، قال لي ما كاين حتى شي مشكل حولها عوض. كانت مرحاض أصبحت بهذه الجمالية والخصة. وكانت دكتور وأصدقاء ثانوية الحسن الثاني، هذه الجمعية التي تضم شريحة من الإداريين والأساتذة حتى بالإضافة إلى التلاميذ الذين درسوا بثانوية الحسن الثاني، ولي الشرف أنني كنت من المؤسسين لهذه الجمعية وعضو في هذه الجمعية، على أساس أن أولا فيها هذه المسألة ديال تأسيس الجمعية، عندنا هدفين اثنين في تأسيس هذه الجمعية. أولا هو انفتاح المؤسسة على المحيط الخارجي ديالها، ثم جمع واحد المجموعة ديال الأساتذة وديال الأستاذات وديال الإداريين والإداريات اللي كانت عندهم واحد العلاقة كبيرة جدا بهذه المؤسسة، ولا زالوا يحنون إلى هذه المؤسسة. بالتالي استغلنا إحداث هذه الجمعية في 2017 من أجل جمع هؤلاء، ولا زالوا يعطون المؤسسة يمنحون المؤسسة ما لديهم من خبرة في المجال التربوي. قبل كانوا الأساتذة أغلبيتهم جو التعليم
بار كيقولوا فاكاسيون يعني بالرغبه حب في المهنه. ما كانوش كيجيو باش ياخذوا الفلوس ولا على كوظيف ولا الاغلبيه الساحقه كانت كحب المهنه. اليوم مع الاسف غادي نقول لك كثير الاغلبيه ديال المزاولين المهام مهمة التدريس اصبحوا يعني احيانا ملزمين مرغبين حتى ما كيلقاو تسد في وجههم جميع الابواب كيطرقوا الباب ديال التعليم، بينما التعليم رساله ضروري اللي ما كيفهاش خصو يمشي يشوف شي جهه اخرى. هذا بحال اللي قلت على الاساتذه مع الاسف هذوك ولادنا وهذو ولادنا بطبيعه الحال بغينا ولا كرهنا، حنا كنبغيوهم وغادي نبغيوهم ونبقاو نبغيوهم. انما قبل لا قبل كانوا ماشي في الدارجه كان الحياء والحشومه والاحترام الاستاذ احترام الاستاذ. اليوم الان مع الاسف الله يهديهم الله يهدينا جميعا مسافر. قبل ما كانش فينا ولا انترنت اليوم عاد الوسائل اللي في حقيقه هي عندها ايجابيات لا جدال ولكن كذلك سلبيات خصنا نتجنبوها ونعلموا اولادنا حتى هما يحاولوا ياخذوا منها غير الايجابيات وكذلك السلبيات.